استعرض صندوق تحيا مصر جهود تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد مدير الصندوق تامر عبد الفتاح السعي للتوسع في توفير الخدمات الصحية في مختلف التخصصات في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المشاركة الفعالة في جهود الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية وتنظيم القوافل الميدانية بما يضمن تقديم الخدمة الصحية في المناطق النائية. جاء في أبرز ما قدمه الصندوق القضاء على قوائم انتظار فيروس سي وتوفير العلاج ل 363 ألف مريض.